جاب 15، هي سالب 15 من قالت صار موجب 15، أو ان ناقص 8 يساوي 0، ويؤدي إلى أن ان يساوي موجب 8. تمام؟ طلاب هسه وصلنا التمرين 13، نفس الشيء هم تقول له اما 3 اكس ناقص 11 يساوي 0، ويؤدي الى ان 3 اكس يساوي لنا موجب 11. تمام؟ بعدها راح تخلص من هاي 3 قسم على 3، فاكو اختصار، فالاكس احصل عليها اللي هي 11 على 3. تمام؟ او x زائد 9 يساوي 0، بعدها انقل التسعة راح يؤدي الى ان x يساوي لنا سالب 9، هي موجبة نقلتها صارت سالب 9.